بستكمل كلامي مع حضراتكم طبعا وقطاع الناشئين بالنادي الاهلي كابتن دكتور عمرو. خليني اكلمك يعني في جزئيه مهمه جدا، دايما لما في تواصل بيبقى ليه تواصل مع الفريق الاول او تواصل حتى قطاع البراعم او الاكاديميات نفسها. احنا عندنا اكاديميات كبيره جدا طبعا النادي الاهلي، سواء في هنا في مصر او حتى وصلنا للكويت في التوقيت. احنا عندنا اكاديميه في الكويت، احنا طبعا يعني زي ما بنقول هي النادي الاهلي نادي كبير، كل الناس حابه ان يبقى اولادهم متواجدين يتعلموا الكوره من خلال احسن مدربين احسن الاداريين، فبالتالي الربط ما بين ايضا الاكاديميه والقطاعات عامله ازاي يا كابتن؟ بص، هو زي ما حضرتك بتقول ان يتعلم ويتعلم الكوره. طب التعلم ده اذا لم ينتهي بمنافسه او احتكاك هيفضل الولد يتعلم على طول، خصوصا المميزين. صحيح. فاحنا اتفقنا مع الكابتن ابراهيم عبد الصمد، وكابتن ابراهيم ده راجل مميز وراجل كفء الحقيقه، يعني مكسب كبير للنادي الاهلي في هذا المكان. اتفقنا على ان احنا بدل ما هو كل فتره يجيب بعض اللعيبه المميزين للاكاديميه عشان نشوفها في اختبار، فجت لنا فكره كويسه قوي ان احسن 10 في كل سن عنده، واحنا كفرق للبراعم احسن العشرة اللي هم قاعدين بعد ما خدنا 30 مثلا نسجلهم، واللي ممكن دول يكون فيهم ناس كفاءات عاليه جدا ولكن يمكن العين فلتت شويه او حاجه، ناخد العشرة اللي من عندنا اللي بعد ال 30 وناخد العشرة اللي عندهم الاعلى وندمجهم مع بعض ونشترك بيهم في مسابقه منطقه القاهره دوري به. الولد هيلعب عدد من الماتشات لا يقل من 20 ل 25 ماتش. هذه الماتشات بتظهر كفاءة هؤلاء اللاعبين. بالعكس، انا يمكن جمعت اولياء الامور وقلت لهم اولادكم اللي هم هينزلوا هياخدوا فرص افضل من لاعبي المدرسه اللي موجودين دلوقتي، لان لاعبي المدرسه في شرط من الشروط انك بتلعب مثلا ثلاث اشواط، تعمل مجموعه هنا ومجموعه هنا ومجموعه هنا بحيث كله يلعب. لكن دول ال 20 واحد ممكن استفيد بيهم 100% في المسابقه. بعد مرور اربع خمس مباريات للاعمار السنيه المختلفه ديت، جم اولياء الامور اتبسطوا جدا من الفكره، ابتدى تظهر ولاد فعلا زي ما توقعنا. يعني الكابتن ابراهيم قال لي انا هفاجئك بلعيبه من اللي انت مديها لي احسن من اللعيبه الاساسيه. لو هو عينيه ايه؟ عينيه 10 على 10. ثم هفاجئك بلعيبه عندي من الاحتكاك زادت وعليت. قلت له ده يوم المنى، ده انا بدل الاختبارات اللي بنعملها دي كلها واحنا هنعملها برضه، يبقى انا عندي حاجه جاهزه بتعد وتجهز داخل النادي الاهلي تحت عين خبيره ومدربين اكفاء وبيلعبوا ماتشات ويبقى احنا عارفينهم كويس قوي. احنا معانا كابتن ابراهيم عصام بقى كابتن دكتور عمرو، يعني برضه نتكلم في الجزئيه دي وعمليه الربط. كابتن ابراهيم مساء الخير عليك الاول، تحياتي ليك، تحيات دكتور عمرو طبعا. الو، مساء الخير. مساء الخير يا ابو كباتن. ازيك الكابتن ابراهيم؟ كابتن ابراهيم جميل. مساء الخير يا دكتور عمرو، منورين الشاشه. تحياتنا ليك يا كابتن. انا طبعا كنت بكلمك الصبح بطمن عليك، لكن دلوقتي احنا بنتكلم ودكتور عمرو واحنا بنتكلم على الاكاديميات وعمليه الربط ما بين القطاع والاكاديميه، وحضرتك متواجد على راس جهاز الاكاديميه بشكل كبير وعمليه التطوير في الاكاديميه، وفي نفس الوقت يبقى في دعم دايما من الاكاديميه او لاعبين الاكاديميه للقطاع، والفكره كان دكتور عمرو بيتكلم عليها اللي انت اتفقتوا عليها بخصوص اللاعبين المميزين في السنين اللي عندك في الاكاديميه يقدروا يتعاملوا بشكل جيد مع الموجودين في القطاع. يعني رد فعلها عامل ازاي يا كابتن ابراهيم؟ وانت واحد من الناس اللي اكتشفوني برضو مع حضرتك يا دكتور. ايوه، عنده عين مميزه جدا كابتن ابراهيم. اتفضل يا كابتن. جميله كابتن ابراهيم. حبيبي معاك حبيبي. انا سامعك كابتن، اتفضل. يعني عمليه الربط يعني بتيجي ازاي يعني ما بالتعاون مع دكتور عمرو؟ الحقيقه الافكار لما بتتلاقى، اللي طبعا ما شاء الله الدكتور عمرو مميز في القصه بتاعت الناشئين، لما اتفقنا ان احنا نشترك في الدوري بيه، هم بيشتركوا في المهرجانات بتاعت القاهره الدوري الف، فالفكره تولدت من هنا. طب احنا ليه ما نشركش اولاد الاكاديميه وفيهم ولاد متميزين جدا نقدر ندعم بيهم قطاعات الناشئين في النادي. لما تلاقت الافكار في مجموعه من اللعيبه ما عندهمش فرصه
انهم يشتركوا في المهرجانات بتاعت منطقه القاهره، وبعد كده لو سبناهم ممكن نروحوا نوادي ثانيه وبعدين نجيبهم. فهنا تلاقت الافكار انا والدكتور عمرو ان احنا نجيب مجموعه من الاعمار السنيه ان احنا المشتركين في المسابقات 2005 و2006 و2007 و2008 ويحصل دمج بين المجموعه الموجوده من قطاع الناشئين مع المجموعه المتميزه عندنا من الاكاديميات. الحقيقه الاكاديميات بتفرز لعيبه وكنا ما بنستفدش بيها، يعني كان لما بيوصلوا لسن معينه بيتطلعوا بقى انهم يروحوا نوادي ثانيه، واحنا ما كانش عندنا التلاقي بين قطاع الناشئين وبالاكاديميه. فلما مسك الدكتور عمرو وتلاقت الافكار قدرنا نطلع بالفكره دي. والحقيقه بعد مثلا مرور اربع اسابيع من المسابقات المجموعه من الاحتكاك ابتدت تبرز فيها حاجات كويسه قوي، ومن عندنا من الاكاديميه بقت لعيبه كويسه قوي. انا قلت للدكتور عمرو انا هفاجئك بالمجموعه اللي انتوا جايبينها لي، وهفاجئك بالمجموعه بتاعت الاكاديميه، هفاجئك في نص السنه كده هوريك مجموعه ان شاء الله باذن الله نقدر ندعم بيها قطاع الناشئين بمجموعه متميزه. وكده يبقى ضربنا عصفورين بحجر، احنا ما سبناش الولاد من القطاع روحوا النوادي تانية، واستفدنا بولاد الأكاديمية. الأكاديمية بقى ليها هدف، ودي عملت رواج برضو للأكاديمية، لأن برضو أولياء الأمور سعداء جدا بالفكرة دي، سواء أولياء الأمور بتوع الأكاديمية أو أولياء الأمور اللي نازلين من عندنا من القطاع علينا، سعداء جدا. حتى أنهم قالوا لنا طب يعني احنا عايزين نتمرن معاكم برضو زي ما بنتمرن مع الأكاديمية مع القطاع، احنا عايزين يوم هنا ويوم هنا. والحقيقة الدكتور عمرو ما بيتاخرش في حاجه ولا مدربين القطاع الاصلي. الهدف واضح وواحد، احنا بنشتغل للنادي الاهلي سواء قطاع الناشئين او الاكاديميه. وبالتالي لما بتتلاقى الافكار والهدف بيتحقق وبنقدر نطلع لقطاع الناشئين مجموعه متميزه، وكده يبقى خدمنا نادينا وقدرنا ندعم قطاع الناشئين بمجموعه من اللاعبين متميزين. حقيقه يا كابتن، طب يعني بالنسبه للافكار اللي جايه او للتعاون اللي جاي، يمكن دكتور عمرو هو بيتكلم على قطاع الناشئين ان في استراتيجيه لمده سنتين. كابتن ابراهيم بالنسبه للاكاديميه الاستراتيجيه الموجوده لحضرتك قد ايه؟ سنه كمان ان شاء الله برضه في نفس اللاين كده مع قطاع الناشئين؟ ان شاء الله باذن الله. انا احنا اولا في خدمه النادي الاهلي في اي مكان، سواء في الاكاديميات في اي مكان النادي الاهلي بيحطنا فيه احنا تحت خدمته، ومهما عملنا مش هنقدر نوفي النادي الاهلي حقه، لان النادي الاهلي داخله علينا وهو اللي خلانا لعيبه كوره وهو خلانا لعيبه في المنتخب وهو اللي مدينا الوظيفه دي وهو اللي شهرنا. فمهما نعمل للنادي الاهلي احنا مش هنقدر نوفي الجماهير. فاي حاجه بمجلس الاداره بيكلفنا بيها احنا تحت امره وتحت خدمته. يعني حقيقه كابتن، لا انا يعني حضرتك انت من المدربين كمان المميزين جدا أوي. يعني كان كابتن ابراهيم كمان عنده حته وهو في منطقه القاهره كان بيحاول يطور جزء كبير جدا في المسابقات، يطور جزء كبير جدا في ان يبين لعيبه للمنتخبات. صراحه لما كنت انا في منتخب الشباب كابتن كنت على طول كابتن ابراهيم ايه اللعيبه المميزه عندك؟ تدينا افكار، طب نعمل ماتش مع منطقه القاهره، نعمل ماتش وهكذا. صراحه ما شاء الله كابتن ابراهيم من الناس المميزه. كابتن ابراهيم انا بستمتع جدا بحضرتك، ويا ربنا يوفقك ان شاء الله في برضه الاكاديميه دي، قطاع كبير جدا بيفرغ بشكل كبير لقطاع ناشئين ثم قطاع ناشئين يفرغ، يعني هي حاجه متكامله كمنظومه النادي الاهلي القرويه بدايه من الاكاديميات حتى الفريق الاول. بشكرك كابتن ابراهيم عصام طبعا نجم مصر ونجم النادي الاهلي طبعا. هو كابتن ابراهيم مش كفاءه فنيه بس، وعنده الشخصيه القياديه حقيقي اللي يقدر يقنعك، اللي يقدر لو ليه راي او حاجه يعرف يدافع عنه ازاي، يعرف يجيبه ازاي. فدي مهمه جدا. صحيح، مش شرط ان انت تبقى عندك كفاءه فنيه وكفاءه مش عارف ايه وبتاع وشخصيتك مش هي اللي تقود او هي اللي تاخد القرار، لكن هو عنده من الشخصيه اللي يعرف ياخد بيها قرار ويقدر يقود ويقدر يوصل للي هو عايزه. طيب المرحله اللي جايه بقى دكتور، احنا وصلنا لمرحله يعني حضرتك بتقول انها تتعمل في سنين او في سنه، يعني كان المفروض سنه اللي يحصل فيها كل الكلام ده، احنا الحمد لله
في خلال 5 شهور ابتدينا نحط اسس وامور يعني عادت علينا بشكل مميز جدا، سواء بقى من تنظيمات داخل القطاع، من مباني الملاعب لنظام للاعبين ولوائح. المرحله اللي جايه بقى دكتور عمرو بيفكر فيها ازاي بالنسبه للقطاع؟ انا بفكر ان شاء الله المرحله الجايه او النص الثاني ان احنا بقى نرفع كفاءه اللاعبين على المستوى الفني والبدني والتكتيكي. نظبط المراكز، نشوف هل طرق اللعب اللي بتنفذ هي المناسبة لكل فريق. انت عارف طريقة اللعب ما بتقولش طريقة وتبني عليها اللعيبة، لا انت بتشوف اللعيبة وترصها ده جنب ده جنب ده وتتحفظ هنا وتحفظ هنا وتحفظ هنا، لا ده بدل ده كذا، لا احط واحد هنا واحد هنا، وفي الاخر اللي انت بتعمله ده هو ده طريقة اللعب. اذا عندنا مجهود كبير جدا في الفترة اللي جاية في عملية التحفيز. ثم عندنا اللعيبة المميزة فيها أخطاء فردية كثيرة رغم أنهم مميزين، لو عالج هذا الخطأ الفردي هيتضاعف مستواه، هيصل إلى الفريق الأول مختصرا عدد من السنوات. يعني أنت لعيب 14 سنة ده ناجي من وقت فرقته، اللعيب ده اتوقع له بعد 5 سنين يلعب في الفريق الاول، يعني هو 19 سنه. لو اشتغلت معاه كتدريب فردي واصلاح اخطاء وزياده مستوى بدني او تصليح حاجه معينه، ممكن ال5 سنين دول يبقوا 3 سنين، يبقوا 4 سنين. اذا انا بختصر عمليه الاعداد، بختصر عمليه وصول الفريق الاول، وبزود له مستواه، يعني يطلع فوق. بخلي مدرب الفريق الاول ما يتعبش في انه يعلمه لسه مش عارف التمرير ايه، ان رجل الشمال، ان الكور العاليه بس اللي بتيجي من اليمين هو اللي بيوجدها ضرب الكره بالراس، لكن اللي بتيجي بالشمال ضعيف فيها ما بيعملهاش، انه مش عارف بيغمض عينيه ايه، انه ما بيحجزش في ايه، كل الحاجات دي صحيح. ان شاء الله الفتره الجايه نحاول نعملها. توفيق ليك وحضرتك انت والتيم اللي معاك، كابتن خالد، كابتن محمود، كابتن تامر. جميل. ان شاء الله هنبقى متواجدين مع حضرتك في اخر السنه كده ونشوف احنا وصلنا لايه. على فترات كده انا واثق طبعا دكتور عمرو بتنظيمه بعلمه اكيد هيوصل قطاع الناشئين لاحسن حال بامر الله يا دكتور. نورتنا وشرفتنا دكتور. ربنا يبارك فيك. شكرا. ربنا يخليك. سعيد بوجودك طبعا معانا. اكيد قطاع الناشئين هو الاهم، يعني انت في وقت من الاوقات زي ما قال دكتور عمرو بالنسبه للكره المصريه قطاع الناشئين بالنادي الاهلي مهم جدا جدا، ان انت بتطلع لعيبه مميزه في كل المنتخبات الوطنيه، سواء بقى من الناشئين للشباب للاولمبي للفريق الاول. فبالتالي مهم جدا الدكتور عمرو بيعمله حته تنظيميه وحته الروح، حته ان يبقى عندك لاعب عايز بطوله عشان في الاول وفي الاخر لما يبقى في منتخب مصر ايضا يحقق بطولات مع منتخبنا الوطني. كل التوفيق ان شاء الله ليهم بامر الله. يعني عايز اقول لحضراتكم ان شاء الله فريقنا داخل على مباراه مهمه جدا امام الاسماعيلي في بطوله الدوري، ان شاء الله هيسافر بكره لاسكندريه لاستعدادا لهذه المباراه. كل التوفيق اليوم ان شاء الله. كمان ايضا بعد الفاصل هيكون معاكم كابتن عبد الحميد حسن استكمالا لفقرات استاد الاهلي.